إلى صحيفة ماركا في إسبانيا دائما التي سردت بعض التصريحات التاريخية غير المتوقعة لبعض نجوم كرة القدم السابقين والحاليين. بعض النجوم أعلنوا عشقهم لأندية غير التي لعبوا لها لاحقا. دييغو سيميوني مثلا صرح قبل انضمامه إلى أتلتيكو مدريد أنه لن يغادر إشبيليا إلا في اتجاه ريال مدريد. أما زين الدين زيدان فسبق له أن أعلن رغبته في اللعب لبرشلونة حين كان لاعبا في صفوف يوفنتوس. من جهته نجم برشلونة أندريس إنييستا صرح في سن مبكرة أنه يشجع ريال مدريد. أما لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد فصرح عام 2008 بعد أن حضر رفقة زوجته مباراة لبرشلونة أنه مشجع للنادي الكتالوني. نقطة ختام فقرة الصحافة، عودة.